الجلالة والفخامة والسمو، إن الجمهورية اليمنية تؤكد على الدوام موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، كما تؤكد إدانتها العدوان الإسرائيلي على لبنان وتأييدها الكامل لمساعي حكومته من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتعزيز دور مؤسساتها الوطنية وتمكينها من فرض سيادتها على كامل أراضيها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. كما نجدد في هذا المقام موقفنا الرافض لممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي فاقمت من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بلادي والمنطقة، وقادت إلى عسكرة بحارنا ومياهنا الإقليمية خدمة للمصالح والأطماع التوسعية العدائية في المنطقة.